يمكن هذه النقطة هي اللي أنا عايز أتحدث فيها مع حضرتك، خطورة فعلا الاحتكار على المجتمع ككل. يعني لو أصبح الاحتكار ده نظام لدى الكثير من الباعة، فخطورة ده على المجتمع نفسه إيه؟ هو في الحقيقة يعني الاحتكار خطورته تكمن في أنك تمنع الناس من أقواتهم الضرورية، تمنع الناس من أن يحصلوا على ما هو حق لهم الحصول عليه. أنت لا تمنعهم بطريقة مباشرة، أنت تعرض ولكن تعرض بصورة مغالاة فيها، بحيث يعني يكون الفقراء هم الضحية والمساكين الذين هم يعني راعاهم الشرع وأمر بالاهتمام بهم وأمر بملاحظتهم دائما في العلاقات المجتمعية، وفي عندما يهتم المجتمع وتهتم الحضارات بالفقراء والمساكين هذا دليل على رقيها. نعم، تقاس الحضارات وتقاس المجتمعات وتقدمها بمدى اهتمامها بفقرائها ومساكينها وذوي الحاجات والفاقات فيها. نعم، فأما تلك المجتمعات التي لا تبالي بالمساكين والضعفاء، التي تبحث دائما عن استيلاء الإقطاعيين والرأسماليين واستعباد المساكين، كل هذا مما يعجل بزوال الحضارات ويذهب شوكتها، حتى ولو كانت في عيون الناس قوية لكنها كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والاحتكار يضرب هذه الفئة، نعم، الطائفة والفئة من المجتمع ضربا شديدا.